أهلا بكم مشاهدينا. البداية من إعلان الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أنها ستعيد توزيع مبلغ 1,000,000 يورو حصلت عليه إثر نيلها جائزة غولبن كيان البرتغالية على جمعيات مدافعة عن البيئة. وقالت الناشطة البالغة 17 عاما إن هذا مبلغ مالي يفوق حتى ما يمكنني تصوره، لكن سيعطى كل المال إلى مؤسسات ومنظمات ومشاريع مختلفة تساعد الناس على تخفيف حدة التغير المناخي ومواجهة الأزمة البيئية.